معنا واحد من نجوم مصر المحترف فيها السيتي النجم احمد المحمدي، احد نجوم منتخبنا الوطني في الجابون، يعني ابدعت في الجابون ومره اخرى مع منتخب مصر. برحب بيك ومباراه تونس، ودايما محمدي ما شاء الله ثقه كبيره جدا ودايما بيبقى متواجد في المواقف الصعبه والماتشات الصعبه. طبعا اولا يعني مباراة تبقى صعبة جدا بلعب منتخب تونس، طبعا تعرف المواجهات اللي بتبقى منتخبات شمال افريقيا دايما بتبقى صعبة، اول مباراة في التصفيات بتبقى دايما البدايات بتبقى صعبة في اي حاجة، فلازم ان شاء الله يعني نبقى رايحين عينينا على 3 بونت هيفرقوا معنا جدا في مشوار التصفيات. يعني بقى لنا 4 5 ايام في المعسكر، كل اللعيبة الحمد لله مركزين جدا. يمكن خسرنا تريزيجيه للاصابه تبقى يعني خساره كبيره بالنسبه للناس الاساسيه والناس الايجابيه في عنصر اساسي في منتخب مصر، فان شاء الله يعني الناس اللي موجوده تبقى على قد المسؤوليه، وزي ما قلت لك كل الناس مركزه وتمارين ماشي بشكل كويس جدا، يعني احنا رايحين هنا على 3 بونت ان شاء الله. يعني دايما محمدي لما بيطلب بنلاقيه، ودي من نوعيات اللعيبه نادره جدا، ان اللعيب يبقى دايما بره الملعب يبقى جاهز ان هو ممكن يتم الدفع بيه في اي وقت. والله مهيب، يعني يمكن الاحتراف بيعلم الواحد حاجات كتير، يعني انت لازم كلاعب تبقى يعني جاهز في اي وقت المدرب يطلب منك انك تلعب، وده اللي بعمله. يمكن انا بتمرن بشكل كويس سواء مع النادي او مع المنتخب، في اي وقت المدرب يطلب منك انك تكون موجود لازم تكون على قد المسؤوليه وعند حسن ظن الناس، فيعني ان شاء الله يبقى ليا النصيب ان انا اشارك في مباراه زي ديت. كل الناس طبعا بتمرن بشكل كويس، كل الناس عايزه تشارك، لكن القرار الاول والاخير بيبقى في ايد المدرب. وانت ما شاء الله يعني لا انا طبعا انا مركز، يعني مركز بشكل كبير في التمرين، ولو المدرب طلب مني ان انا في اي وقت فبكون موجود، ولازم اكون عند حسن ظن الناس وعلى قد المسؤوليه، وده لاي لعيب، يعني اي لعيب لازم يبقى في دماغه الكلام دوت. واحنا بنلعب باسم منتخب مصر، اي لعيب يلعب لازم يكون على قد المسؤوليه، وده طبعا كل اللعيبه عودتنا عليه في خلال الفتره اللي فاتت. ان شاء الله زي ما قلت لك تبقى بدايه كويسه بالنسبه لنا، ونقدر نكمل الشكل الكويس اللي احنا ماشيين بيه ان شاء الله في مباراه تونس.